السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم براس. اليوم إن شاء الله جبت لكم هذا الصوص روعة روعة، تستخدموها في البيتزا، في التاكوس، في البطبوط، كما تحبوا تخدموها في الشاورما، يعني رائعة جدا، يخدموها ياسر المطاعم. سموها صوص ألجيريان، هايلة هايلة وسهلة سهلة، والذوق نتاعها ما شاء الله للناس اللي تحب لي صوص، خاصة في رمضان وكذا، وفي اللي تحب جديد. هجبت لكم هذه الوصفة إن شاء الله تجربوها، وراح نبداو على بركة الله بالمقادير البسيطة نتاعها. أول حاجة واش راح نجيب، هنا عندي هذيك المايونيز اللي خدمتها من قبل، درت 5 مغارف منها كما راكم تشوفوا، شوية جمدت لي، جمدت لها شوية، تزيد لها شوية زيت، ونزيد لها شوية واحد ربع هكا برج تاع بصلة، شوية بصلة، نزيد لها شوية دبشة ولا معدنوس، نزيد لها نص مغرف صغيرة من الطماطم مصبرة، نزيد لها مغرف من الهريسة، نزيد لها شوية زنجبيل، نزيد لها أيضا عكري أو فلفل حار، نزيد لها شوية فلفل كحل فلفل كحل، ونخلط كامل كلش مع بعضهم. وهذه هي صوص الجيريان بكل سهولة. خلطهم، تحبوا تخلطهم بالبراميكسور، تحبوا تخلطوهم بالهذا بالاشوار، عادي جدا راح تحصلوا عفوا على هذا الصوص رائع. كما قلت لكم ديروها في المخبوزات نتاعكم، ديروها في الشاورما، ديروها في لي ساندويتش، في اي حاجه في المخبوزات تجيكم روعه روعه. كذلك ثاني مع اللحم تجي هايله ما شاء الله. اللي حبتها وعجبتها الوصفه مادابيا تجربها وترد لي الخبر. سلام.